عافيك بالنص. ايوه الحلم الي، ايوه الحلم جاي. الحياه اكيد مو سهله، واكيد ممكن نظرتنا للحياه تتعكر من المشاكل والظروف اللي بتعكسنا. بس يا جماعه الخير خلينا نركز على النص المليان من الكاس، نصه فاضي ونصه مليان. لازم نشوف الخير الموجود حولنا ومعنا. مع الحلم هالسنه كترنا عدد الجوائز، ليش؟ لنعطي احلامكم فرص اكثر لتتحقق. اول جائزه 100,000 دولار، هي اول جائزه ب 2022. بس انتوا اللي راجعين ومشاركتوا معنا في المواسم السابقة، إذا ربحتوا اليوم المية حنعطيكم 150,000. 150,000 دولار مشاركات بلشت، وأهلا وسهلا فيكم. وما بتعرفوا ممكن يكون ربحة أنت أو أنت لا، لأنك ما بعتي كلمة حلم أو دريم أو غيث.